هنينا هنينا يا دنيا هنينا خير وسعادة اليوم مولد نبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومخربي شريعتهم من الأولين والآخرين، آمين رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم أيها المحتفلون الكرام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم ولياليكم، وأسأل الله بحق صاحب هذه المناسبة أو بحق صاحبي هذه المناسبة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله رسول الإنسانية والإمام الصادق الصديق جعفر بن محمد روحي له الفداء، أسأل الله بحقهما أن يبارك لنا وللأمة الإسلامية هذا العيد الأغر، وأن يبرد غليلنا، وأن ينصر المسلمين أينما كانوا، ويجعل كلمتهم هي العليا وكلمة أعدائهم السفلى. وأسأل الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا وعلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه سميع مجيب. كيف يبدأ المتحدث الخطيب المتكلم أمام هذه المناسبة، أمام هذه الشخصية العظيمة؟ كيف نتكلم عن أكبر شخصية في الكون؟ ماذا أقول في حق أعظم إنسان خلقه الله؟ ماذا أتحدث عن عظيم طاهر زكى الله عز وجل أعضاءه وجوارحه من رأسه إلى مشاش قدميه، زكى بصره وسمعه وفؤاده وزكاه كله، وقال وإنك لعلى خلق عظيم. ومن أنا لأتحدث وأقف مادحا لهذا العظيم، لهذا النبي الكريم الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم؟ لكن هو المنهل العذب، هو النبع الصافي. كل واحد يريد أن ينال شيئا من السعادة والتوفيق، فنغترف، كل منا يغترف غرفة من معينه صلى الله عليه وآله وسلم، ويفتخر ويتألق ويسمو في حياته وفي عقباه
وكل منا يريد بأية وسيلة وواسطة الاقتراب من هذا البيت الأصيل الطاهر. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم في الدنيا والآخرة. الآية الكريمة التي تليت على مسامعكم هي آية من عشرات الآيات التي نزلت في حق خاتم الأنبياء نبي الإنسانية، روحي له الفداء. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الصادق وأئمة الهدى هم عطية السماء، هم عطاء الله إلى الخلق. إن الله عز وجل بعث هذا الموجود المبارك لنا نحن، لكم، للناس بصورة عامة. وفي الآية الكريمة التي تلوناها وتوجنا محفلنا ومجلسنا بها، الآية تركز وتؤكد أربع مرات بأن هذا العطاء لكم أنتم أيها الناس. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. التفتوا إخواني، نستعرض الآية الشريفة لنرى التأكيدات الأربعة في أن الله عز وجل قدم هذا العطاء والهبة للناس لكم. لقد جاءكم، هذا واحد، كم أنتم، رسول من أنفسكم أنتم، هذا اثنين، عزيز عليه ما عنتم أنتم، حريص عليكم. ثم ختمها بصفة عظيمة خاصة للمؤمنين دون غيرهم. التفتوا إخواني، يعني التأكيدات الأربعة بأن هذا العطاء لكم للناس جميعا. وإن ذهب بعض المفسرين، مع مزيد الأسف، ذهب بعضهم في تفسير هذه الآية بأن الخطاب موجه إلى قريش وإلى العرب دون غيرهم، لكن هذا تفسير غير صحيح، لأننا لا نرى في كتاب الله عز وجل مسرحاً وموقفاً واحداً يشير إلى الطائفية والقومية العربية أبداً. إن الله عز وجل قدم هذا العطاء للناس جميعاً، ولهذا نرى الآيات جلها خطاب إلى الناس، وتارة الدائرة واسعة جداً إلى بني آدم. يا بني آدم، يا بني آدم، يا أيها الناس. خطاب إلى قريش لا نرى أن الله عز وجل يخاطب العرب أو قريش أو غيرهم، لا. فالعطاءات الربوبية دائما تكون عامة، العطاءات الإلهية تكون لجميع الخلق. هذه القطيعة أيها الإخوة بيننا نحن البشر، لكن الله عز وجل ليست بينه وبين خلقه، يعني بينه وبين الصنوف خلقه قطيعة، لا. ذلك الكافر الذي ينازع الله في ربوبيته ويعبد غيره، يتنعم بنعمة الله ويعبد غير الله، ذاك عزيز على الله. ذاك الذي يقف أمام الشمس ويعبد، ذلك الذي يقف أمام الأصنام والأوثان، ذلك عزيز على الله. كالوالد الذي هو الشفيق بولده، الله عز وجل هكذا رحيم بعباده.
وفر لعباده كل ما يحتاجونه في هذه الدنيا، وأراد منهم الارتباط به، وذلك لسعادتهم هم. لكن كثير من الناس تمردوا عن الله عز وجل. فرعون عاش 400 سنة، 480 سنة، يعني كان ملكا وادعى الربوبية قرابة 400 سنة. مع ذلك الله عز وجل يحبه ويستقبله، حتى بعث إليه كرارا أن يعود إلى الله عودا حميدا ليستقبله برحمته، حتى أنه أوحى إلى موسى أن يخبره بأني أعيد إليك شبابك وكأنك في العقد الثاني من عمرك، تعال اهتدي، عد إلى ربك، اعترف. هذا الاعتراف موجود في قلبك، لأن فرعون إذا جن عليه الليل خلع تاج الملك المرصع بالياقوت والأحجار الكريمة، وانتزع جلباب الملك، وكان يقيد نفسه بالسلاسل ويلبس ثوبا من صوف أو من الليف، يتمرغ على الأرض منتصف الليل يقول: إلهي أنا مطمئن بأنك الله الواحد الأحد، لا رب سواك، إذا أصبح الصباح أنا ربكم الأعلى. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. مع ذلك أعطيك الملك، أعيد إليك شبابك وتعيش طويلا، لكن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. على كل حال أيها الإخوة الكرام، عطاءات الله عامة، لا نغتر ولا أغتر، أنا مسلم، أنا أفضل من غيري، أنا وغيري لا شيء، لا، الله عز وجل يقسم رحمته على كل عباده، وكل إنسان يعيش على هذه البسيطة هو عزيز على الله. لقد جاءكم أنتم، إذن الخطاب لا يخص طائفة وفئة دون غيرها، إلى الناس جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس. الإسلام عالمي التفكير، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عالمي العطاء صلى الله عليه وآله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم، ما معنى من أنفسكم؟ يعني من الجزيرة العربية؟ لا، الإطار أوسع، من جميع الناس، من صنف البشر، من صنف الإنسان، منكم أنتم أيها الناس. وكان بإمكان القرآن أن يقول: لقد جاءكم رسول منكم، لكن بدل منكم الله عز وجل يقول من أنفسكم. يعني شنو؟ هذا دليل على شدة المحبة والعلاقة والارتباط بينه وبين الناس. رسول الله، حتى الإنسان الكافر إذا كان يعاني شيئا كان يتألم له، كان يفكر صلى الله عليه وآله وسلم في أمر جميع الناس لا المسلمين فقط. من أنفسكم، يعني القرآن يعتبر رسول الله قطعة من هذا الجسد الاجتماعي البشري. في قضية المباهلة، لما القرآن الكريم يشبه
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب برسول الله بهذا التعبير: أنفسنا وأنفسكم. يعني شنو؟ يعني قطعة من هذا الوجود، قطعة من هذا النفس، قطعة من هذه الروح، من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. العنت بمعنى الصعوبة والمشقة والمحنة. يعني أيها الناس، هذا النبي من خصائصه أنه يتألم إذا تألمتم، يعاني إذا عانيتم، يتأذى إذا نزل بأحدكم الأذى. هذا معنى أنفسكم، من أنفسكم، أنفسنا وأنفسكم. عزيز عليه، يصعب عليه صلى الله عليه وآله إذا رأى إنسانا واحدا وهو مطروح في حفرة المحن والمشاكل والشدائد والبلايا. حريص عليكم، هاي كلها خطاب إلى كل الناس أخواني، مو إلى المسلمين. حريص على هداية الإنسان. المسلم في نهاية الآية له خصوصية، الآن نصل إليها ونمر سراعا بإيجاز. حريص عليكم، ما معنى الحرص؟ الحرص بمعنى شدة الارتباط والاهتمام والعلاقة. أحرص على مالي، يعني شنو؟ أحرص على أولادي، يعني شنو؟ هذا معناه. رسول الله حريص على كلكم، على سلامتكم، على حياتكم، على سعادتكم، على هدايتكم. في النهاية شنو؟ بالمؤمنين رؤوف الرحيم. أعود إلى ما بدأت به، فإن هذا العظيم، هذا النبي، هذا الرسول هو للأمة، بعثه الله لحل مشاكلهم، لقضاء حوائجهم. جاء صلى الله عليه وآله وسلم ليقف مع الناس في مشكلاتهم ومعضلاتهم. إذا قيل عنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ما معنى هذا التعبير؟ يأكل الطعام، إنه من البشر، يمشي في الأسواق، لماذا؟ ملك، أول شخصية، هو رئيس الدين والدنيا، يمشي في الأسواق يعني دائما يكون مع الناس، قائد شعبي، زعيم يعيش مع الناس ومع الأمة. هكذا كان صلى الله عليه وآله، وهكذا كان وصيه وخليفته أمير المؤمنين، روحي له الفداء. وكهكذا كان أئمة الهدى. وصاحب هذه الليلة الإمام الصادق سلام الله عليه، هكذا كان يعيش مع الناس، وكان حريصا على قضاء حوائجهم. وينبغي لي ولك ولكل من يسير على هذا المنهاج والطريق أن يتفاعل بسلوك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قضاء حوائج الناس، إذا أردنا أن نكون من أمته. مراجع التقليد سابقا هكذا كانوا، كانوا يعيشون مع الناس، كانوا في المجتمع. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا. العلامة المجلسي، إذا زرتم مدينة إصفهان لا تنسون زيارة مرقد العلامة المجلسي، له مسجد كبير وحرم والضريح هنا بين قوسين. حتى لو كانت لكم حوائج، النذر إلى الله عز وجل باسم العلامة المجلسي من النذور المقضية المجربة، لا تنسوها. العلامة المجلسي كان المرجع الأعلى
وفي نفس الوقت كان رئيس الوزراء. رئيس الوزراء كان وين؟ في إيران، في الأيام التي كانت إيران شاسعة جدا. هاي الجمهوريات الستة كانت ضمن إيران، يعني حدود إيران حدود شاسع جدا. راجعوا التاريخ والجغرافيا. العلامة المجلسي كان يصلي بالناس جماعة ثلاث أوقات، ثلاثة أوقات يصلي جماعة. رئيس الوزراء، الصدر الأعظم، كان يأتي من القصر، من قصر الرئاسة إلى المسجد، وعلى الظاهر المسافة كانت بعيدة. كان يأتي راجلا، كان يأتي ماشيا، فيسألونه: مولانا، لو هيأنا لك وسيلة ركوب حتى لا تجي ماشي. كان يقول: لا، أريد أن أكون مع الناس، أريد أن أشاركهم. شوفوا إخواني، مرجع التقليد، ممثل صاحب الزمان، المهدي المنتظر. الإمام المهدي هو خليفة أبيه، وأبوه خليفة جده، وهكذا. وكل شرعت له شريعة، ونهجت له منهاجا، وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ، من مدة إلى مدة، إقامة لدينك وحجة على عبادك. هذه الحلقات متصلة إلى رسول الله إلى السماء. مرجع التقليد ينبغي أن يكون مع الناس، يشارك الأمة في محنهم، وأن لا يكون في معزل عنهم. يعني السيرة هكذا كانت سابقا. يقولوا له: يا مولانا، مسافة بعيدة، ثلاثة أوقات تأتي إلى الصلاة. رئيس الوزراء، لا حرس، لا موكب، وحده. كان يقول: أريد أن أعيش مع الناس، أن أكون مع الناس، أريد أن أشاركهم في آلامهم، أريد قضاء حوائجهم. المقدس الأردبيلي رضوان الله عليه، هذا المرجع العظيم، مراجع كانوا على اتصال مباشر مع صاحب الأمر. يعني إلى أي درجة؟ إلى أي درجة؟ إمامته كانت كبيرة. منو؟ المقدس الأردبيلي. يعني هاي العمايم اللي الآن موجودة بهالمجلس كلها اجمعها، خليها مع بعض، وانطيها الشيخاني حتى يلفها هاللفة الحلوة، هم توصل إلى عمامة المقدس الأردبيلي. زين، بعض الأحيان كان يخرج بعمامة كبيرة، يروح إلى صحن أمير المؤمنين يصلي، لما يرجع يشوفون أعمامته صغيرة، أصغر من أعمامة شيخ مرتضى. مولانا شلون أعمامتك كبيرة طلعت الآن؟ كان يقول: رأيت في الطريق أيتام صغار عليهم ثياب ممزقة رثة، وأم أرملة مسكينة جالسة، فقطعت بعض القطع. يمكن ذاك الوقت ماكو بعض المؤمنين اللي يتبرعون بالأقمشة لرجال الدين، أي الله يخليهم إن شاء الله ويعطيهم البركة ويرحم والدهم. زين، فكان يقطع من عمامته: تعي هذا فصلي ثوب الابنج. يشوف في طريقة فقير واحد آخر يأخذ من هاي، المرجع أعلى متصل اتصال مباشر بصاحب الأمر، مو أمثال إحنا. منه أبواب الصحن والحرم كانت تفتح أمامه بدون ما أكو واحد يفتحه. منتصف الليل المقدس لما يجي إلى أمير المؤمنين باب الصحن ينفتح، باب الحرم. يأتي بالمعضلات الفقهية إلى ضريح أمير المؤمنين، فيدلي ما في حقيبته من الأسئلة والمعضلات، ويسمع الجواب من القبر الشريف من أمير المؤمنين. هكذا كانوا مع الناس، هكذا كانوا يعيشون مع الناس ويقضون حوائج الناس. صاحب هذه الليلة وهذا الاحتفال كان للناس ومع الناس. لقد جاءكم أنتم
رسول من أنفسكم أنتم، عزيز عليه ما عنتم أنتم، حريص عليكم. هذه مواصفات هذا الرسول، إنه رسول شعبي بعثه الله للناس جميعا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لنسير على منهاجه ونتبع سبيله. أنا أترك المجال لأخي وعزيزي ملا جليل حفظه الله الحاج ملا جليل غريد أهل البيت ليشنف الأسماع. أسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وموتاكم. أسأل الله عز وجل أن ينور ضرائح موتانا هذه الليلة ويهدي من أنوار هذا المجلس إلى قبورهم وأرواحهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حضورنا الكريم، أبيات تصدى ونسمعها. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائكة حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء. والآن مع البلبل الصداح وخادم العترة الطاهرة ملا جليل الكربلائي، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. إن شاء الله إن شاء الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الحفل البهيج ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على هذه النعمة، نعمة الولاية ونعمة شوفة أحبائي وأعزائي وأساتذتي، وأخص منهم عزيزنا سماحة فضيلة الشيخ الخطيب القدير شيخ المنبر. أي والله بدون أي تملق أقولها الشيخ الشارودي، ونسأل الله بحق الزهراء أن يمن علينا ببركة هؤلاء خدمة الحسين لسلامتكم وسلامة كل الحاضرين في هذا الاحتفال، وإن شاء الله أرواح المؤمنين المؤمنات آبائكم أجدادكم إن شاء الله يتمتعون من بركات هذا المجلس ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات. قبل ما أبدي يقولون إذا تتفضلون قدام حتى يصير مجال للبقية إن شاء الله اللي يشرفونا. رحم الله من ذكر القائم من آل بيت محمد. ولد الحبيب وخده تورد، ولد الحبيب وخده متورد، والنور في وجناته يتوقد، ولد الذي لولاه ما كان البقاء، كلا ولا ذكر الحمى والمعهد،
جبريل نادى، جبريل نادى جبريل نادى في بديعة حسنه، هذا مليح الوجه هذا أحمد. هذا جميل العين، هذا جميل العين، هذا جميل العين، هذا المصطفى، هذا حبيب الله، هذا حبيب الله، ذاك محمد. بارك الله بكم في محضر الأساتذة العلماء، وأنتم خدمة الحسين. أقولها أنا العام مثل هيك ليلة، ليلة المولد كنت في حرم المولى أمير المؤمنين. أي والله، وذكرتكم وإن شاء الله دائما في خدمة أهل البيت، وقرأت أبيات ابتداء مدح الإمام أمير المؤمنين، وقلت له سيدي يا رسول الله ليلة المولد إلك، ولكن أنا أبتدئ بمدح المولى أمير المؤمنين، لأن أنت قلت أنا مدينة العلم وعلي، لازم نبدي بعلي سلام الله عليه. بارك الله. أسعى لطورك يا علي، قلت له سيدي مولاي أبا الحسن، أسعى لطورك قابسا من ناره، أسعى لطورك قابسا من ناره، فإذا بها شعر على أوراقي، لم أدري هل هي مهجة أم جمرة، هذه التي تهواك في أعماقي. يا علي يا مولاي، لم أدري هل هي مهجة أم جمرة، هذه التي تهواك في أعماقي، صيرت قلبي، صيرت قلبي ناظري، فلم تعد عيني سواك ترى على الإطلاق. يريد لها صلوات. وعصبتني، وعصبتني بالغار يوم وهبت لي قلم الولاء مكحلا أحداقي، فنسجت من روحي، فنسجت من روحي ثبات قصائدي، وسعت إلى حشا، وسعت إلي حشاشة العشاق، فإذا بها هام الثريا موطئي، فإذا بها هام الثريا موطئي، تغدو ومد على النجوم رواقي، فإذا
تغدو ومدال النجوم رواقي أنا عاشق أطواق حبك إنما حريتي في هذه الأطواق. أنا عاشق أنا عاشق أطواق حبك إنما أنا عاشق أنا عاشق أنا عاشق أطواق حبك إنما حريتي حريتي في هذه الأطواق. الشمس ساجدة على وجه الثرى واللوح بات صحيفة الميثاق. لله أم للعلا مصداقها إن أنجبتك عظمت من مصداقي. اللهم صل على يا حامل التوراة والإنجيل والقرآن يا علي يا حامل التوراة يا حامل التوراة والإنجيل والقرآن طي فؤادك العملاق. صل على محمد وآل محمد. يقول يا علي مولاي مولاي يقول بدرك بدرك يمن حبك هواه العقل بدراياك بدراياك بدر ما يضل منك تمل يا رسول الله بدراياك بدراياك يمن حبك هواه العقل بدراك بدراك بدر ما يضل منك تمل بدراك التضدك التضدك يا نبينا بنار بدرك إن شاء الله اللي يضدون محمد وآل محمد التضدك التضدك يا نبينا بنار بدرك بدرك أولي حقهم من يضد حمي الحمية صلوات سيدي يا الحور فرحمت لصحنا يا مضيف الحور مضيف الحور صحنا امتلى فرحمت لصحنا يا هالليلة بهوى الميلاد صحنا ايه عافية هالليلة 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 بهوى الميلاد صحنا يا الصادق ألف مبروك صحنا صحنا بهالمولد يا ابن حامي أي الحمية أي بهالمولد يا ابن حامل حمية صلوات يقول تهاني للبقيع اليوم وديت يا ريت مثل هالليلة بالبقيع نسوي هالاحتفال هذا ليلة مولد الرسول الأكرم
والإمام الصادق، ها، أو قلتها البارحة لأحد أحبابي أنشعي، والله إي والله أنا كنت أقولها بالعراق، قلتها كنا نتمنى نجي يمك يا علي نقرأ، وبالحلم بالحلم كنا، ها، نشوف إذا رحنا زرنا الحسين بالحلم ذاك اليوم، يوم عظيم عندنا، أو قصائد كنا نتمنى نقرأها يم أبا الحسن يم الحسين يم الإمام الكاظم، الحمد لله، وصير إن شاء الله ونحتفل يمك يا مولاي يا إمام الصادق. ليلة مولد الإمام الحسن المجتبى شيخنا سماحة الشيخ، أعزائي أنا رحت يم البقيع ليلة ميلاد الإمام الحسن المجتبى، أشوف الظلمة ولا شمعة معلوقة على قبره، أي والله. فإجينا 5-6 من الشباب، أنا أذكر منتصف الليل شيخنا العزيز علقنا كم شمعة ورا هذا الجدار، ها، وسوينا فد احتفال مختصر. والله العظيم الصبح أحد السادة اللي وياي قال مل البارحة شفت الإمام الحسن سلام الله عليه في عالم الرؤيا من وراء الجدار يوزعنا بطائق، ها، كروت كروت، كل واحد يطينا كرت بيده، قلت لك شوف مل هذا توقيع الإمام الحسن التوقيع الأخضر. أي والله سلام عليك. فإن شاء الله الليلة نأخذ التوقيع من الإمام الصادق سلام الله عليه، ونأخذ إن شاء الله توقيع ملفنا يوم القيامة إن شاء الله من رسول الله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. يقول وديت وديت تهاني للبقيع اليوم، وديت وعلى قبرك جروح انزفت، وديت وديت إلى الكعبة ومزار وصحن، وديت إلى مزار وصحن، ووديت وديت يا الصادق وزورك هيا المسيح صلوات الله صلى الله عليه وسلم. محمد فضل على الأكوان من هال، محمد فضل على الأكوان من هال، من هال لعد قلب التلاه بصار، من هال بعزم ذاته بعزم ذات وضمير الكون، من هايال وصفات غضت الذروة هايال العلي. اللهم بارك الله بكم، بارك الله بكم. أنا إن شاء الله بحق الزهراء المأتم والحفل والمكان هذا تحت ظل المولى صاحب الزمان نبارك هالمسية المن العلي حامل حمية، لأن مولد عجيب، هم مولد رسول الله هم مولد الإمام الصادق. نقدم التهاني لك يا أبا الحسن من هذا المكان، نبارك هالمسية العلي حامل حمية، نبارك هالمسية العلي حامل حمية، تهانينا يا والينا علي حامل حمية، هلا تهانينا يا والينا
هلا علي حمل نبارك نبارك هالمشي هلا علي حمل اي والله نبارك هالمشي العلي حمل حمل تهانينا تهانينا يا والينا علي حمل حمل هلا تهانينا علي حمل حمل اي اللي يريد اشوفه بصحن المولى امير المؤمنين وهناك يرد علي ها يرد واذا تقدر ارفع ايدك شويه هيك بايدك اشر حاضر يا ولا القران يقول يوم نختم على افواههم وتكلمنا خلي ايدك تشهد عليك يوم القيامه اي العلي حمد نبارك هالمسيه نبارك هالمسيه هلا العلي حمل فدوه فدوه نبارك هالمسي هلا العلي حمل تهانينا تهانينا يا والينا علي حمل هلا تهانينا هلا هلا علي نبارك هالمسي نبارك ارفع ايدك شيخ هاني ارفع ايدك علي هلا هلا نهارك هالمشي اي العلي حم تهانينا تها يا والينا علي حمل حم هلا تها يا والينا بعد مره نبارك هالمشي هلا العلي حمل هلا نبارك هالمشي العلي حمل تهانينا تهانينا يا وا علي حمل هلا 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 تهانينا يا والينا علي حمل مية سطع نور الجلال وشر الأسرار على جناح الأماني بدر من نور وجهه شع الأنوار ضوى السبع المثاني نجف حامل حمى مهدي النبي صار والجيتة تجاني وتعنت الشيعة العلي الكرار تقدم لتها هلا تقدم لتها ايه ودهان الجعفرية الاخو الهادي وصي هلا تهان الجعفرية الاخو الهادي وصي هلا اماننا يا والينا علي حمل تهانينا تهانينا علي حمل نبارك هالمشية نبارك هلا هلا العلي حمل ما شاء الله نبارك إيه العلي تهانينا تهانينا يا والينا علي فدوة فدوة إلك هلا تهانينا علي حمل اي سطع نور الجلال وسر الاسرار على جناح الاماني خادم الحسين ابو علي الناصري سطع نور الجلال وسر الاسرار على جناح الاماني بدر من نور وجهك شع الانوار ضوى السبع المثاني ضوى السبع اي نجف حامل حمى مهدي النبي صار والجيت يتاني وتعنت عنت شعت الليل على الكرار تقدم لتها هلا تقدم تهاني وتهاني الجعفرية لخو الهادي وصي هلا تهاني هلا 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 لخل صيا وأمانينا يا والينا علي حمل حم هلا تها هلا هلا علي نبارك نبارك هالمسيا نبارك هال
اي والله علي ما شاء الله نبا فدوه فدوه العالي تهانينا تهانينا يا وارينا علي حمل حمي هلا تها يا علي نفس النبي وصهرة وعضيدة ولا الإسلام راية ألف مبروك صحنا يا الصميدة هلا بنور الولاية هلا هلا بنور الولاية يا علي وندري علي بهالليلة عيدة علي وندري علي بهالليلة عيدة وسرورة وأحلى غاية رسول الله العلي رسول الله العلي دنيا جديدة طريق الحق بداية أبو الزهرة الزكية يشع الدنيا ضية أبو الزهرة أبو الزهرة الزكية هلا يشع الدنيا ضيا زها علينا يا وعلينا علي حمل تهانينا هلا يا وعلينا علي حمل نبارك هالمسيا نبارك هالمسيا ايه العلي ما شاء الله ايه تهانينا علي حمل حمية هلا تها يا وارينا علي حمل حمية خجل كل بدر من المصطفى وغاب غفى من الخجل ضيع غفى من الخجل ضيع الله 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 خادم 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 خجل كل بدر من المصطفى وغاب غفى من الخجل ضيع وعلى تراب النجف طاب الفرح طاب يا محمل حمي هلاها يا محمل حمي تنادي بهالولادة قلوب الأصحاب تنادي بهالولادة قلوب الأحباب بنغمة حيدرية بنغمة حيدرية مبارك يا علي يا داحي الباب فرح حمل حمية الفرح حمية تنادي بهالولادة قلوب الأحباب بنغمة حيدرية مبارك يا علي يا داحي الباب فرح سيد البرية هلا فرح سيد البرية اي صلاة على نبية نقدمها هدية هلا صلاة على نبي اي والله نقد بعد بعد هلا صلاة على نبي اي والله نقدمها شلون وتلاقينا يا وعلينا علي حمل هلا هلا تهاني علي حمل نبارك هالمسيا نبارك هلا علي حمل ما شاء الله نبارك اي 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 علي تهانينا تهاني علي حمل حمية تهانينا يا والينا علي حمل حمية مبروك يا زهرة مبروك يا حدر علي مبروك يا حدر علي مبروك يا زهرة مبروك يا حدر علي احكي مبروك يا زهرة ومبروك يا حدر علي هلا 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 مبروك يا حدر علي بذكر الصلاة هموم قلب تنجلي مبروك يا حدر علي بذكر الصلاة هموم قلب تنجلي هلا مبروك يا حدر علي صفحة محزابك بالمحاسن تمتلي روكا مبروك يا حدر علي
صفحة حسابك بالمحاسن تمتلئ. هلا هلا خلي عذولك يستمعها وعادلي روكا يا زهراء مبروك يا حيدر علي. خلي عذولك يستمعها وعادلي مبروك هلا مبروك يا حيدر علي. خلي النواصب من غضبها تصطلي هلا هلا مبروك يا حيدر علي. خلي النواصب من غضبها تصطلي هلا ونبع المحبة والمحبة منهلي مبروك يا حيدر علي. ونبع المحبة والمحبة منهلي هلا 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 اي مبروك يا زهراء ومبروك يا حيدر علي هلا ومبروك يا زهراء ومبروك يا حيدر علي. شافعنا حيدر والنبي المرسلي مبروك هلا اي شافعنا حيدر والنبي المرسلي هلا مبروك يا حيدر علي. على المصطفى المحمود صلي وعلى الولي هلا مبروك يا حيدر علي. اي على المصطفى المحمود صلي وعلى الولي هلا اي مبروك يا زهراء او مبروك يا حيدر علي مبروك يا حيدر علي. غير النبي ملك شفيع وما الي هلا مبروك يا حيدر علي. غير النبي ملك شفيع وما الي هلا مبروك يا حيدر علي. صرختنا نسمه جنه لما تعتلي هلا مبروك يا حيدر علي. صرختنا نسمة جنة لما تعتلي هلا 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 اي اي ومبروك يا زهراء ومبروك يا حيدر علي مبروك يا زهراء ومبروك يا زهراء ومبروك يا حيدر علي صلوات علي علي ربا رسول الله ما شاء الله شفتك ما شاء الله جاهز خل اقدم لك فد هوسه حاضر تسمع اي عيني ما ادري والله انا وين ما اعرف شيخنا مولاي شلون اقرا يقول علي ربا رسول الله وفداه ونام بفراش الخبر معروف علي ربا رسول الله وفداه ونام بفراش الخبر معروف مثل الهادي والكرار يوم الطف أخوة تشوف لجل حسين أبو فاضل لجل حسين أبو فاضل لجل حسين أبو فاضل فداه برقبته وعالرقبة خلى شفوف وتشهد للخوة حاضر وتشهد للخوة وتشهد للخوة ومعناها تشهد للخوة ومعناها تشهد للخوة ومعناها معناها تشهد للخوة تشهد للخوة هلا 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 تشهد للخوة ومعناها تشهد للخوة ما شاء الله يقول ذكرنا الأخوة خل أقرأ لك هذا البيت يقول ثوب الخوة عد عباس غطى العباس وفراشه ثوب الخوة عد عباس غطى العباس وفراشه الزهرة حاكت الحسين وحيدر فصل قماشه ثوب الخوة تسمع أبو فايز ثوب الخوة عد عباس
غطى العباس وفراشه، الزهرة حاكت الحسين وحيدر فصل قماشه، وبيد لبس جبريل للعباس دشداشه، وبيده لبس جبريل للعباس دشداشه. سوى بها العباس؟ للطف ضمها، للطف ضمها وعيد بيها، للطف ضمها وعيد بيها، هلا هلا، للطف ضمها وعيد بيها، خادم خادم. صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. أنا فد بيتهم أقرب اللغة الفارسية، وإن شاء الله سامحنا شيخنا مولاي، سامحونا عزيزي. بيا جانان که جانانم توی تو، بیا جانان که جانانم توی تو، بیا جانان که سلطانم توی تو. وای بیا جانان که جانانم توی تو، توی تو، بیا جانان که سلطانم توی تو. وای دل، وای دل، وای دل، وای کجا باید بخونیم اینا رو؟ یه باقی میخواد بابا، یه نهر آبی آقای شیخ. صلی علی محمد. بارك الله بكم. انا خلا اسولف لك نكته شيخنا حلو. ما طول ليلة العيد، في اليوم كنت أصلي عند الإمام الرضا سلام الله عليه. اللهم صل. فكنا نصلي قريب أذان الصبح كان مولاي، فصلينا صلاة الليل، صلاة النافلة، هناك أذن، صار أذان الصبح، أكو واحد في صف واقف يصلي مولاي. خلصنا الصلاة، من أذن الناس قامت، قال لي اغا نماز الصبح ولا اس كدوم طرف بخني؟ صلاه الصبح منين نصليها؟ قلت له منين كنت تصلي؟ قال منا. قلت له هسه منا اصلي. هي قبله وحده. صلى على محمد. بيا جانا که جانانم توی تویم، بیا جانا که سلطانم توی تویم، بیا جانا که سلطانم توی تویم. وای دل، وای دل، وای دل، وای دل، تو خود دونی که غیر از تو ندارم، تو خود دونی که غیر از تو ندارم. بیا جانا که ایمانم توی تو، بیا جانا که ایمانم توی تو. وای به دریای غمت
مرض فراغت برج قلبي أغا جنون نازنين ويوم دو چشمان قطرهای عشق خونین وای دو چشمان قطرهای عشق خونین تو گویی لال باغ نظر بیمید تو گویی لاله باغ نظر بید نمیدونم نمیدونم عزیزم دل نوازم چاره سازم نمیدونم ز هجرونت چه سازم وای نمیدونم زهجرون چه سازم یا بنیم البعد یصعب علی یا بنیم البعد یصعب علی او ان الفرق تاك صبحي مسيا ويا نسأل الله بحق الحسين وبعظمة هذا المولد وهذه الليلة أن يمن علينا وعليكم بظهور المولى صاحب العصر والزمان إن شاء الله فرحتنا تكمل إن شاء الله بظهور المولى أنا ما أدري الاحتفال شنو من فقرات بعد شيخنا تتفضلون دعاء مولا شيخاني لا دعاء لكم أنا أترجاك مولاي شيخنا مولا بسم الله الرحمن الرحيم لشفاء المرضى استجابة الدعاء قضاء الحوائج على الخصوص من أوصانا بالدعاء اليوم أحد المؤمنين اتصل والله العظيم يوم قبل كل شيء ما بين يوم عيونه ما تشوف ها دعاء لكل المرضى بسم الله الرحمن الرحيم 5 مرات الآية الشريفة أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب يا الله يا الله ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه اللهم اشفي مرضانا يا الله اللهم اشفي كل مريض اللهم اقضي حوائجنا وحوائج المؤسس يا الله وحوائج الحاضرين نساء ورجالا في هذه الحسينية التي سميت باسم الإمام المرتضى اللهم اقضي حوائجنا جميعا يا الله اللهم بفاطمة وأبيها اجعل هذا البلد آمنا واجعل العراق بلد أمن وأمان ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وبلغ اللهم أرواح المؤمنين والمؤمنات وما تعالى الإيمان لا سيما آباءكم أجدادكم أي يذكروهم اللي لهم حق علينا اللي ربونا على حب محمد وآل محمد نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات هنينا هنينا يا دنيا هنينا 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 يا دنيا هنينا
سعد اليوم مولد نبينا.